كان حجم الفوضى يلي عملها مايانغ، وشو ما كان عم يعمل من مشاكل وتمثيليات ودراما على الكل، ولا حتى كيف كان تمثيله، أنا أكيد رح أفضح حقيقته قدام الكل، ورح أقول لهم كمان قديش هو إنسان كتير حقير وكذاب ومحتال كمان. إيسكي سونو، شو القصة؟ ليش أنت عم تبكي؟ سونو اهدي اهدي شوي، تعي. أنت عم تمري بهالشي بسببي أنا سونو. أنا عن جد مالي قدران أعيش بهذا الذنب، رح روح لكل واحد وقول لهم بأنه مايانغ هو يلي عمل هيك وهي هي غلطته. إذا أنت قلتي لهم الحقيقة ساعتها كل شي عملته رح يروح هيك، مزبوط؟ حتى أنا ببساطة بقدر أقول لهم الحقيقة، بس بعرف أنه أنت رح تدفعي ثمن هالشي، وبعرف أنه راج حبك كتير وكان حيوقف معك، بس مدام سارلا بس متأكدة أنه رح تلومك ورح تهين عيلتك كمان. وإذا خلص ما في إذا أو بس، أنت ما رح تعملي شي، أنا رح أعمل كل شي بيلزم. بس هو مايانغ حاول ينتحر. أنا رح أكتب لك ياها كتابة، هو مو من النوع يلي بينتحر، هو عم يمثل، أنا بعرف هالشي. بس إيشكي ليش هيك تصرفت؟ يعني هي كانت كثير ظريفة. وحدة ظريفة، كل شي كان كذب، هي بس كانت عم تمثل. انسي الباقيين، ما في أسوأ من الشخص يلي بيخون عيلته. كان لازم أخذ بنصيحة مايانغ إنه إيشكي ما لها مناسبة إله، مو بس إله، هي معنا مناسبة لأي شاب. أهان أنت صاير كتير قاسي عليها. عن جد؟ أنا صاير قاسي؟ هي البنت عم تهين العائلتين سوا بتصرفاتها. بسبب هي البنت أبوها مايانغ إجته جلطة، وحتى مايانغ حاول إنه ينتحر. أنا صاير قاسي؟ أنت ما بتعرفي شي عنا، هي البنت سيئة خربت البيوت مو أكتر. ما تصور إيشكي سيئة لهالدرجة؟ أنا فكرت إنه أنتوا رفقات. شيليني من الرفقة هلا، هي ما بتستاهل أصلاً عداوتي حتى. طيب أنت ليش كنت؟ أنا كنت لطيف معها لأنه ليش؟ قول أخي، احكي السبب. لأنها كانت رح تتزوج من أهل صديق ليلي. بس؟ هاد هو السبب؟ شو في سبب غيره يعني؟ ولأنه إيشكي كانت بنت ظريفة. أخي أنت بتعرفها أكتر مني بكتير. لا، أنا ما بعرفها. أخي قل لي شغلة، بس اسأل قلبك لمرة واحدة، يعني هلأ إيشكي كانت كتير سيئة لحتى الكل يعاملها هيك؟ أنت بتعرفها أخي، ستي وسار لهيك بيفكروا، بس نحنا لازم تكون طريقة تفكيرنا غير، لأنه البنت من حقها الطبيعي إنه تاخد قرار بخص حياتها، ما بدها تتزوجه فرفضت. شو يعني؟ أنا يعني بعرف إنه اللي عملته غلط كان، وتوقيتها كان غلط، وهي كان لازم ترفض أبكر شوي. بس هاد ما كان مشكلة كبيرة يا أخي، لحتى الكل يصيروا يكرهوها. أكيد بدهم يكرهوها، مايانغ حاول ينتحر بسببها. هو عمل هالشي من شان حاله، وانت عم تلوم إيشكي كأنه هي اللي جرحته. انتو بتعتبروها محاولة انتحار، بس بالنسبة لإلي هي محاولة قتل. بعرف انه يلي عملته إيشكي هو مشان تقتل مايانغ. أخي إيشكي مو من هذا النوع. لكن من أي نوع؟ يلا تفضل قلي، إذا هي بريئة ومنيحة وينها مختفية؟ ليش ما تجي وتبين الحقيقة؟ ليش ما حتى تدافع عن حالها؟ سونو أنا ما كنت بعرف انه انت ومايانغ كنتوا بعلاقة. عن جد آسفة إيشكي، كان لازم أقول لك كل شي. بس أهان بيعرف شي إنه أنت ومايانغ، معناها هاي مو غلطتك أبدا. مايانغ هو واحد ندل وتافه، نحن الاثنين ما كنا منعرف، بس هلأ رح أتصرف. أنا ما بقدر أقول لك الواحد عن عمايله الوسخة اللي بتشبهه، بس رح أثبت قبل كل شي لكل واحد انه هو كذاب كبير. بس انتي شو رح تعملي إيشكي؟ لا تحملي هم شي، ما بعرف حتى كيف بدي اتشكرك على كل شي عم تعمليه. انتي بس خليكي مبسوطة على طول، ما بدي اي شي تاني.
واسمعي، لا تضيعي وقتك وانتي زعلانة علي. ايه؟ أنا لو تزوجت ميانك كان الموضوع لسه أسوأ علي، كانت فرصتي لأهرب، بس ميانك ما رح يلحق لأني على الأكيد رح أفضحه قدام الكل. وهلأ خبي دموعك هدول، رح تبكي لما بدنا نودعك. اهدي. ألو مدام الجرسون اللي كنتي عم تسألي عنه هو هون. بس مرة كارتيك، إذا هي إجت لهون وقالت ليش هي عملت كل هالشي، صدقني يا أخي أنا بوعدك إنه رح ألغي الشرطة. إذا هي بتعطيني سبب، بس سبب واحد، وأنا بقصد مدام سارلا رح تلغي الشرطة. لهيك خليها تجي لوحدها وتبين لنا الحقيقة يلي عنده وتدافع عن حاله، لأنه ما حدا منا بيعرف وين مكانه هلأ. انت، نحن الاثنين هون لنقابلك. الاثنين؟ أنا؟ وشحاطتي كمان. أنا عم حاكيك هلأ، بس إذا ما بتعترف ساعتها شحاطتي هي اللي حتحكي. يلا قلي الحقيقة، ليش حطيت مشروب بالعصير تبعي هداك اليوم؟ العفو منك مدام، أنا عملت هالشي بناء على طلب السيد مايانغ، هو اللي طلب مني أنه حط لك المشروب بعصيره. وإنت اللي حطيته ما؟ شو أعمل لك؟ كنت كتير بحاجة للمصاري، وهو عارض علي مبلغ كتير كبير، لهيك أنا عملت هالشي لأن شغلي ما بيكفيني مصروف، فهو أعطاني مصاري مشان ما أضطر أشتغل مرة تانية. ميانك أنت واحد ندل، ألاعيبك خلصت. حتى إي في إم المحافظ يلي من موديل 1921 بعد ما يشوف هالفيديو ما رح يتركك تهرب أبداً. أنت بتعرف حجم المشاكل يلي عملتها؟ مشان طمعك العلاقات بين العائلتين تدمروا. اعتذارك لوحده ما رح يفيدك وما بتخلص من ذنبك إلا بس إذا كشفت ميانك قدام الكل. كان في كتير مشاكل، بس لازم نكمل كل الطقوس. تعي ابني، أنا ما بقدر أتحمل شوف دموع سومان عم تنزل. لازم ننتقم لكل دمعة نزلت منا، ووقت تجي الشرطة هي ما لازم تهرب من هون. فهمت علي؟ ما بعرف كيف رح نودعك يا سونو بهالوقت. ما كان لازم وافق إنه يصيروا العرسين بنفس الوقت. أنا آسف. إذا أنت قلتي لهم الحقيقة، ساعتها كل شي عملته رح يروح هيك مزبوط. بدك تعرف شو السبب يلي خلاني أعمل هيك؟ أنا هون لجاوبك على السؤال. مثل ما قلت لها أهان، انت الآن سايشكي مو هيك؟ ايه؟ انت مقبوض عليك. شو؟
كنت بعرف. الشرطة سألتني عنك فأنا جبتهم لهون. وأنت السيد أهان مو هيك؟ أنت قدمت شكوى ضدها مزبوط هالحكي؟ إيه. سونو، زدتي هاد الرز وراكي وانتي ماشية لقدام. أخيراً رايحين على البيت. حبيبتي سونو، بس هالمرة خلينا نكمل الطقوس وبعدين رح نلاقي طريقة لنساعد فيها إيشكي. سمعتي شو قال؟ هو لسه متضايق مشان إيشكي. لا ابني، لا تلفظ هالاسم المنحوس بهيك لحظة حلوة. القدير يحميكم. سونو، بسبب هديك البنت السيئة أخوكي مو هون هلأ لحتى يودعك، وانتي متضايقة من شانها. كان رح يكون إلها بيت أحمى مناح، بس هي نزعت كل شي. هاد هو الاسم والنصيب. هاد نصيبك إنك تروحي لبيت أحماكي، ونصيبها كمان إنها تروح على السجن. منيح إنك طلبت الشرطة، لأن المجرم لازم ينمسك هاللحظة. بس مو أنا المجرمة، هذا هو. فيك تسأله، هو اللي حط مخدر بعصيري هديك الليلة. وانت بتعرف بأمر من مين؟ بأمر من أعز رفيق إلك اللي هو مايونك. روح اسأله، استجوبه. مايونك، إيشكي مسكت الجرسون، شو مشان إذا اعترف بالحقيقة؟ إيشكي عم تقول الحقيقة. إيه أستاذ، أنا حطيت المشروب بالعصير للمدام بأمر من مايانك. السيد مايانك قال لي أعمل هيك وعطاني مصاري وقال لي لا تجي للشغل مرة تانية. هيك لازم أقول مدام؟ شو بتقصد؟ أنا قلت مثل ما أنت قلتي لي قول، وهيك اتفقنا، وهلأ بترجاكي خليني روح. أنت ما في حدا شيطان مثلك، أنت عطول محضر كل شي لقدام، مو هيك؟ إيشكي ممكن تتجرأ تعمل مشاكل معي، بس مستحيل أنه تكون ذكية مثلي. شو هالحكي البلا طعمة هاد؟ من شوي أنت اعترفت بكل شي عملته، وانه انت اللي اجيت وحطيت مشروب بعصيري بامر من مايانك، وهلا عم تنكر هالشي؟ مدام انا قلت كل يلي طلبتيه مني، بترجاكي خليني روح. احسن الك تقول الحقيقه والا. مدام انا سبق وقلت لك من قبل انه النظام خرب. ماشي، قلت لي نظامك خرب لما مايانك اجى ليفحص اللقطات؟ الفاتوره. مايانك قال انه دفع الفاتوره هديك الليلة، بس هو ما دفع. جاوب على السؤال. استاذ، الفاتورة ما طلعت على النظام، بس سيد مايانك دفع الفاتورة. ها تفضل شوف، هذا هو وصل الفاتورة. الوقت المكتوب بنفس توقيت الحفلة. ليش انتو الاثنين عم تكذبوا؟ احكوا يلي قلتوا لي اياه قبل شوي. بس دقيقه، انتو الاثنين مايانك رشاكم مشان تعملوا هيك؟ ما جاوبوا. ما رح تجاوبوا؟ رح ورجيكم. شوف، ما بدي اشوف اي شيء، انتي جاوبيني. طيب رح احاول اقتنع معك بانه مايانك ما دفع الفاتوره امبارح. لهيك قولي لي اشكي، اذا هو ما دفع الفاتوره وين كان؟ قولي لي
شو كان عم يعمل؟ جاوبيني. يا أنسة، المي بتكذب الغطاس. إذا كانوا هنن عم يكذبوا، شو هي الحقيقة؟ إشكي إشكي بوعدك، بس تقولي الحقيقة رح وقف الكل ورح ألغيها للشكوى، والشرطة ما رح تمسكك. أنا بوعدك. قليلي، بس قليلي، كيف بدي واجه أخي أهم اللي عملته؟ هداك الشاب تحركش فيها. إذا كانت لابسة مثل هالأواعي، شو بدك يصير معها؟ بس هدول البنات بيصير معهم هالمشاكل لأنه هنم بيحبوا المشاكل. حبيبتي سونو بعمرها ما بتعمل مشاكل. ممكن الناس بيفكروا بأي هالشي، بس انتي بتعرفي الحقيقة، انه كل شي عم اعمله من شان سونال. بالعرس كل واحد عطاني هدايا، بس إشكي لا، إشكي ضحت بسعادتها وزواجها مشاني. بتمنى لو عندي 1% من الشجاعة يلي عندها لإشكي. الزل يلي عائلتي عاشته وداقته من زمان بسببها لأمي، حتى أنتي ما بتتخيل. هي تركتك من شان المصاري، وهلأ بدها ترجع من شان المصاري. ما بيهم قديش الخوف كبير، هو كتير صغير قدام شجاعة الواحد، بس المهم يكون شجاع. لا بتشوفوا كيف رح شعل مواقع التواصل الاجتماعي كلها. شو عملتي؟ إشكي، وين أخدين بنتي؟ إشكي خبريني شو عم يصير. سيدي المفتش لوين أخدها؟ لا بترجاك ما تأخدها، خليها تروح، بترجاك اتركها.
سيدي المفتش بترجاك، اترك بنتي إشكي، اتركها تروح، بترجاك سيدي المفتش. شو صار حماتي؟ يلا طالعيني لبرا حماتي، يلا ليش وقفتي؟ يلا طالعيني لبرا لحتى أقدر أقول للكل وخبرهم شو هي الحقيقة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.